مدينة الرسة 18/11/2013. حجم الدمار الهائل الذي سببته كتائب الأسد والقصف العنيف العشوائي على مدينة الرسة، وهذا أحد البيوت المدمرة الذي لم يعد صالح للسكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي كتيبة الهندسة التي تقوم القصف اليومي على مدينة الرسة التي سببت بخراب هذا المنزل. لا حول ولا قوة إلا بالله. مدينة الرسة.